فكرني بالله راح نتاعكم مشري اذاعه واحد هو غادي يدير اذاعه تلفزيون يا بنت صح الله يسلمك الله يجازيك صح بارك الله فيك صح هاي حط تفضل شيخ روح تفضل يسلمك بالمناسبة تاع الشيخ تحاول بحصولها على المرتبة الأولى ارتأينا كمديرية التربية أنه أن نجيب لكم هنايا مدينة تلفزيون في البيت تاعهم ونكرموها تكريما لها وإكبارا لمجهوداتها الجبارة اللي قدمتها والهدية هذه اللي راح نقدموها احنا لك ما هي إلا هدية بسيطة متواضعة رمزية كما نقولوا حنايا وما زلت كنبارك إن شاء الله من هذيك قدام يكون أحسن إن شاء الله تفضلي بنيتي هكذا ربي إن شاء الله يحقق لنا نجاحات كبيرة الله يسلمك بارك الله فيك الله يجازيك حنا تكريم الحضور تاعكم عندنا هو التكريم الاساسي هذا حضرتوا ودخلتوا عندنا في بيتنا هذا الخبر انه انا تحصلت على رتبه المعدل نقولوا 19 29 كان من الثانويه الوالد الكريم هود هو الاخوه ما يعني ما تعرفش على النتيجه هنا في الدار جابوا من عند المدير يعني كانت فرحه لا توصف فور اخباري بهذا المعدل ومن بعدها في فيسبوك يعني السرعه لما انتشرت بلي انا تحللت بلي الرتبه الاولى على مستوى الولايه هنا كانت فرحه يعني عظيمه عظيمه لا توصف بتقرا بلي لا ضحاها تجيب 19 ما انا ما كنتش نقرا بلي الطريقه اللي قريت بها تخليني نجيب 19 بصح بالك بفضل الدعاء تاع الوالدين وكاع الناس والصلاه والمثابره توكل على الله سبحانه وتعالى ودائما احنا لازم نذكروا بلي احنا مسؤولين على السعي ماشي النتيجه النتيجه تبقى عند ربي سبحانه راح يكون ثمره تاع تعب اساتذتي في ثانويه بالهندوز عدا كامل كاع المواد الاساسيه كانت ثانويه كامل تعبوا معنا وعاونونا حتى لاخر لحظه ومعدل تاعي بالك هذا ان شاء الله غادي يخليني انه ندير ندخل مدرسه الذكاء الاصطناعي طموح ان شاء الله انه نرفع من علامه الجزائر نزيد نطور منها اكثر كل شيء اكثر هذه من الخبر تلقيته بالدموع انا من المدير تاع المؤسسه عيط لي انا الاول قعد الدموع هو يهضر وانا نبكي هذه هي عيطت ما جبتش نعيط لبنتي قلت له لخوها عيط لها قول لها بلي يا ودي ها المعدل اللي جبتيه شرفتني ومؤسسه كانت كل ما تلقاني وكاين العامل راه هنايا يدور هنا تاع المؤسسه قال لي بلي راكم نقرعوا لبنتك شرفنا المؤسسه والحمد لله وصلنا للمبتغى تاعنا وشرفنا هذه المؤسسه ورفعنا الاعلام تاع النكوه هذه تاع قينا ندوجوا الحمد لله والشكر لله هذا هو والله